أعلن وزير الثقافة السعودية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان نجاح المملكة في تسجيل منطقة حما الثقافية في نجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بوصفه موقعا ثقافيا ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني. وبتسجيل منطقة حما الثقافية بنجران اليوم خلال اجتماعات الدورة 44 للجنة التراث العالمية المنعقدة في مدينة فوزهو في جمهورية الصين الشعبية، تكون المملكة قد نجحت في تسجيل سادس موقع سعودي في هذه القائمة العالمية الرفيعة إلى جانب المواقع الخمسة المسجلة سابقاً.